إذا داخل كل واحد من الكونفرترز هذول اللي موجودين هون في عنا 6 IG لا الكاباستر بالخارج هذول كل واحد هذول فيهم 6 IGBTs فعنا هاي هون ال IGBT IGBT اختصار له Insulated gate هو نوع من الترانزستور Insulated gate bipolar transistor والإنسوليشن مبين شايفين الخطين هذول اللي هون هذول بيعبروا عن فكرة الإنسوليشن وعندنا هون دايود حتى يحول السويتش لباي دايركشنال سويتش حتى يحول هذا الترانزستور لباي دايركشنال سويتش وهي اللمز اللم الثانية هاي الدم ثالث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 6 IGBTs و 6 diodes إذا بتلاحظوا هون عنا على طرف الدي سي كم طرف فيه اثنين على طرف الاي سي كم طرف فيه ثلاثة هاي طرفين الدي سي هاي واحد هاي اثنين بلس ماينس وين أطراف الاي سي هاي هون واحد اثنين ثلاثة إذا بدك سميهم A B C plus minus A B C plus minus ونفس الإشي هون كمان بيكون في 6 IGBTs وين إحنا بنتحكم في هذول 6 IGBTs من الجيتس تبعتهم هذا الترمينال اسمه جيت G وهذول اسمهم كوليكتر إميتر فال IGBT له 3 terminals gate collector insulated gate bipolar transistor فبالسويتشنج اللي بعمله لهدول ال 6 terminals بتحكم بالoperation تبع هذا الكونفرتر وهذا الكونفرتر هدول الاثنين زي بعض متشابهين بس هذا مشبوك على الدي سي من هون على الاي سي هذا على الدي سي من هون على الاي سي تمام